بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نشرح المثال رقم 4 في الفريمات، تمام؟ الانترنال فورس ان فريمز. ده المثال اللي قدامنا ده، أول حاجة اتعلمناها قلنا نجيب الرياكشن بتاع الفريم، تمام؟ أول حاجة هنجيب الرياكشن، نبدأ ندي أسماء للنقاط دي، تمام؟ عندك دي A، دي نقطة B، دي نقطة C، اللي هي النقاط اللي هنبدأ نستخدمها واحنا شغالين بنجيب الرياكشنات، تمام؟ ده عندي فيكس سبورت، هلاقي ان انا عندي فيه ثلاث رياكشنات اكس اي واي اي ام اي، وعندي ده رولر سبورت، هلاقي ان انا عندي واي سي بس، تمام؟ ده فيكسد بيتحمل ثلاثة رياكشن، ده رولر بيتحمل واحد رياكشن في الاتجاه الرأسي، تمام؟ طيب نبدأ نجيب الرياكشن. أول حاجة هجيب سمشن الاف اكس بتساوي صفر، والاتجاه الموجب ناحية اليمين، هلاقي إن أنا عندي مفيش غير قوة أفقية واحدة بس اللي هي 3 طنة، والرياكشن واحد بس اللي هو الإكس إيه، هلاقي في الآخر إن الإكس إيه، وطبعا الحمل الأفقي برضه 1 طن على المتر الطولي ده، تمام؟ هنلاقي ان انا عندي فيه اكس اي ناحية اليمين يبقى اشارتها موجبة، زائد 3 ناحية اليمين يبقى اشارتها موجبة، ناقص 1 في 6، 1 اللي هو الحمل الموزع، و6 اللي هي مسافة التوزيع، دي كلها كده بتساوي صفر، تمام؟ هلاقي من الحسبة دي ان الاكس اي بتساوي 3 طن، وطلعت بالموجب، اذا الاتجاه بتاعها هو الاتجاه اللي انا فرضه فوق، تمام؟ طيب بعد كده ممكن ناخد سمشن المومنت حوالين البي بتساوي صفر رايت، تمام؟ دي انترميديت هنجه بتزود لي معادله ان انا عندي سمشن المومنت يمين او شمال بيساوي صفر، تمام؟ انا هبدا استخدم اليمين بحيث ان انا ما عنديش هنا غير رياكشن واحد بس اقدر اجيبه بالمعادله دي، هلاقي ان انا عندي 4 في 3، تمام؟ اللي هي 4 في 3 زائد 4 في 5، كل ده مع عقارب الساعة يبقى إشارته موجبة، زائد 1 في 6 في 3، 1 الحمل الموزع في 6، كده بقى ركزته هنا في 3 اللي هي المسافة لغاية البي، تمام؟ ناقص 8 في واي سي، واي سي في المسافة دي اللي هي 8 متر، هلاقي في الآخر ان الواي سي بتساوي 6.25 طن، وطلعت موجبة، يبقى الاتجاه اللي انا فرضه هو الاتجاه الصحيح، تمام؟ الاتجاه اللي انا فرضه هنا هو الاتجاه الصحيح، تمام؟ طيب بعد كده اخد سمشن الاف واي بتساوي صفر، والاتجاه الموجب لاعلى، تمام؟ عشان اجيب الواي اي، خلاص ما عنديش قوة مجهولة في الاتجاه الواي غير الواي اي، فاقدر اجيبها بالمعادلة دي على طول، تمام؟ هلاقي ان انا عندي الواي اي، طبعا الاتجاه الاعلى اللي انا فرضه، ناقص 4 ناقص 4 اللي هو الحملين الرئيسيين دول، زائد 6.25 اللي هو الرياكشن ده بيساوي صفر، هلاقي ان الواي اي بتساوي 1.75 طن، طلعت موجبة، إذا الاتجاه اللي أنا فرضه هو الاتجاه الصحيح، تمام؟ بعد كده باقي لي المومنت عند الـ A، أقدر أجيبه بسمشن المومنت عند الـ B ليفت بتساوي صفر، اللي هي الجزء ده كده، سمشن المومنت في الجزء ده بيساوي صفر عند الـ B، تمام؟ والاتجاه الموجب عكس عقارب الساعة، هلاقي إن أنا عندي 3 في 2 زائد 3 اللي هو الرياكشن إكس إيه، تمام؟ التلاتة دي اللي هي الرياكشن بتاع الإكس إيه في 4 ناقص الإم إيه، تمام؟ أنا فارض الإم إيه في الاتجاه ده، ناقص الإم إيه بتساوي صفر، إذن هلاقي إن الإم إيه بتساوي 18 طن متر، وطلعت موجبة، إذن الاتجاه اللي أنا فارضه اتجاه صحيح، تمام؟ طيب في طريقة تاني ممكن نحل بيها الفريم ده عشان اجيب الرياكشنات، ايه هي الطريقة دي؟ الطريقة دي ان انا عندي مادام ده انترميديت هانجا، ممكن ابدأ اقسم الشكل بتاعي عند النقطة دي لجزئين، جزء ده كده ابدأ احله لوحده، وبعد كده ابدأ ارد الرياكشنات اللي موجودة هنا على الشكل ده، بمعنى ازاي؟ ان انا اعمله بالشكل ده كده، تمام؟ عند الانترميديت هانج دي ابدأ اخلي هنا فيه هنج صريحه، تمام؟ فيها قوه واي بي واكس بي، تمام؟ وابدا احل المنشا ده
على بعضيته كده، تمام؟ بعد كده ابدا ارد الرياكشنات دي على ايه، على العمود ده، تمام؟ وكده يبقى انا هحل الجزء ده، بعد كده ابدا احل الجزء ده، يبقى انا كده حليت الشكل كله. طيب ايه هي شروط الحل بالطريقه دي؟ الشروط ان الجزء اللي انا هيبقى متشال ده يبقى ستيبل، تمام، والجزء الشايل ده يبقى برضو ستيبل، يعني الاثنين يبقى ستيبل. الحاجه الثانيه ان الجزء اللي متشال ده يكون ديترمن، تمام. طيب ابدا اخد الشكل الاول وابدا احله، اللي هي البارت 1. بارت 1 دي اللي هي الجزء ده، طبعا بمنتهى السهوله سمشن المومنت عند البي بتساوي صفر، او الاول ممكن نقول سمشن الاف اكس بتساوي صفر، والاتجاه الموجب ناحيه اليمين. هلاقي ان انا عندي اكس بي موجبه ناقص 1 في 6 سالب بيساوي صفر، هلاقي ان الاكس بي بتساوي 6 طن، والاتجاه الموجب ناحيه الاتجاه طبعا لو طلعت موجبه يبقى الاتجاه الصحيح هو الاتجاه اللي انا فرضه، تمام. يعني لو كنت فرضها كده كانت هتطلع القيمه دي سالبه، تمام. اما تطلع سالبه اقول ان الاكس بي بتساوي برضو 6 طن واغير الاتجاه، تمام، يبقى الاتجاه اللي انا فرضه ده اتجاه صحيح. ابدا اخد سمشن المومنت عند البي بيساوي صفر، والاتجاه الموجب مع عقارب الساعه، الاقي ان انا عندي 4 في 3 زائد 4 في 5 زائد 1 في 6 في 3 ناقص 8 في الواي سي بتساوي صفر، اذا الواي سي بتساوي 6 وربع طن، تمام. طيب والاتجاه او القيمه طلعت موجبه، اذا الاتجاه اللي انا فرضه اتجاه صحيح. ممكن سمشن المومنت عند السي بيساوي صفر، والاتجاه الموجب عكس عقارب الساعه، طبعا عشان اجيب الواي بي هلاقي ان انا عندي 1 في 6 في 3 وبتلف عكس عقارب الساعة يبقى موجبة، زائد 4 في 3 زائد 4 في 5 ناقص 6 في 6، 6 اللي هي الـ اكس بي في 6 اللي هي المسافة دي كلها، ناقص 8 واي بي بيساوي صفر، هلاقي ان انا عندي الواي بي بتساوي 1.75 طن، واتجاه او قيمتها موجبة، اذا الاتجاه اللي انا فرضه اتجاه مظبوط. ابدا اعمل تشيك على الشكل ده، تمام. لو عملت تشيك ان سمشن الاف واي بتساوي صفر، هلاقي انها بتساوي صفر، تمام. هلاقي ان انا عندي 1.75 زائد 6 وربع بيساوي 8 طن، وعندي احمال 8 طن، يبقى مجموعهم بيساوي صفر، اذا التشيك بتاعي صحيح هنا، تمام. بعد كده ابدا ارد الواي بي هتبقى 1.75، تمام، والاكس بي هتساوي 6 طن، ابدا اردهم. هلاقي ان انا عندي في بارت 2 اللي هو الجزء ده سمشن الاف واي بيساوي صفر، هلاقي على طول ان الواي اي بيساوي 1.75 طن. بعد كده سمشن الاف اكس بتساوي صفر، هلاقي ان انا عندي هنا في 6 طن ناحيه اليمين ناحية الشمال و 3 طن ناحية اليمين، يبقى لازم يكون في 3 طن ناحية اليمين عشان تكون متزنة. وبالمعادلات هلاقي ان انا عندي اكس اي زائد 3 ناقص 6 بيساوي صفر، اذا الاكس اي بتساوي 3 طن واتجاهها ناحية اليمين، تمام. بعد كده عشان اجيب المومنت هنا هاخد سمشن المومنت عند الاي بيساوي صفر، والاتجاه الموجب مع عقارب الساعة، تمام. هلاقي ان انا عندي دي طبعا هتبقى المومنت بتاعها بصفر، والواي اي المومنت بتاعها بصفر لانها بتمر بالنقطه اي. هلاقي عندي ان في 3 في 2، تمام، او اول حاجه الام اي زائد 3 في 2 ناقص 6 في 4 بتساوي صفر، هلاقي ان الام اي بتساوي 18 طن متر، طلعت موجبه، اذا الاتجاه اللي انا فرضه هو الاتجاه الصحيح. كده يبقى انا جبت الرياكشن للشكل اللي قدامي ده. ابدا اشوف دي الرياكشن اللي انا جبتها، تمام، هنا 3 طن 1.75 18 طن متر، ودي 6.25 طن. عشان ارسم الانترنال فورس قلنا بالنسبه للشير والنورمان لازم ابدا اقسم الفريم كده كسهوله في الحل يعني، وابدا احط عليه القوه الرأسيه والقوه الافقيه. اول حاجه القوه اللي كانت عندي على الممبر ده، دي قوه الرياكشن، ودي القوه اللي كانت موجوده على الفريم، وهنا القوة اللي كانت موجودة 4 طن و4 طن،
وهنا القوة اللي كانت موجودة 1 طن على المتر الطولي و6.25 طن كرياكشن. أبدأ أعمل اتزان لكل ممبر واتزان للجوينت، تمام. هلاقي عشان أعمل اتزان للجزء ده دي 3 طن في الاتجاه ده و3 طن في الاتجاه ده، يبقى محتاجة 6 طن في الاتجاه الآخر. وهنا 1.75 طن، يبقى محتاجة 1.75 في الاتجاه لأسفل، تمام. أعمل اتزان للجوينت دي، هلاقي إن أنا هرد دي تبقى 6 طن كده، ودي طلع لفوق 1.75 طن. هنا مفيش أي أحمال أفقية، هيبقى هنا محتاج 6 طن ناحية الشمال، والأحمال الرأسية 4 زائد 4 8 ناقص 1.75، هلاقي إن دي قيمة لأعلى مقدارها 6.25 طن. أعمل اتزان للجوين، تمام. بعد كده أعمل اتزان للجزء اللي تحت ده، أو المفروض يبقى ده الجزء ده متزن، ده كنوع من التشيكة. هلاقي إن أنا عندي فيه 6 طن ناحية اليمين، واحد على طن، 1 طن على المتر الطولي في الاتجاه ناحية الشمال، هلاقي 1 في 6 ب6، وهنا في 6.25 و6.25، اذا الشكل بتاعي متزن، تمام. بعد كده ابدا ارسم النورمال فورس دايجرام. ابدا ارسم، هلاقي ان انا عندي على العمود ده في قيمه 1.75 طن بتضغطه، تمام، واشارته سالبه. وبالنسبه للجزء ده في قيمه 6 طن بتضغطه، تمام، من الاول للاخر. وبالنسبه لي الجزء الاخير فيه 6.25 طن بتضغطه، وده يبقى شكل النورمال فورس دايجرام للرسمه بتاعتنا. بعد كده الشير فورس دايجرام، ابدا انزل مع النازل واطلع من مع الطالع من الشمال، هلاقي ان انا عندي هنا فيه 3 طن بتدخلني لجوه، ادخل معاها، تمام. بعد كده افضل ماشي خط رأسي، تمام، لأن مفيش أي أحمال موزعة هنا، هلاقي إن في 3 طن تاني بتنزلني، هتوصلني ل3 زائد 3 بتساوي 6 طن. بعد كده أمشي خط رأسي لحد ما أوصل ل6 طن دي اللي هتقفل لي الشكل بتاعي على العمود ده، تمام. يبقى قفلنا الشكل ده. بعد كده أطلع فوق، هلاقي إن في 1.75 طن بيطلعني لفوق. بعد كده بفضل ماشي أفقي لغاية ما أوصل لل4 طن، 4 هتنزلني، يبقى 4 ناقص 1.75 طلع لي 2.25 بس تحت، تمام. بعد كده افضل ماشي افقي لحد ما الاقي 4 طن هنا تنزلني تحت لحد ما اوصل ل6.25 طن. بعد كده امشي افقي لغاية ما اوصل ل6.25، اطلع مع 6.25 واقفل الشكل بتاعي. بعد كده على العمود الاخير هلاقي ان عندي فيه 6 طن بتطلعني لبره، وده حمل موزع، وهنا مفيش اي احمال افقيه، تمام، لان هلاقي ان 6 ناقص 1 في 6 بـ0، يبقى النقطه دي عندها بـ0، ابدا اوصل ليها 0. وبعد كده ابدا احط الاشارات وابدا اهشر التهشير بتاعنا، تمام. نخش على البندنج مومنت دايجرام. بندج مومنت دايجرام، هلاقي ان انا عندي اول حاجة المومنت هنا ب18 طن متر، واتجاهه ناحية الداخل يبقى 18 طن متر. بعد كده احسب المومنت هنا، هلاقي ان عندي 18 في الاتجاه ده ناقص 3 في 2 في الاتجاه ده، هلاقي ان بتساوي 12 طن متر. ابدأ اوصلهم الاتنين ببعض، تمام، لان مفيش هنا اي احمال موزعة. بعد كده دي انترميديت هرجه، يبقى اكيد عندها المومنت بيساوي 0، ابدا اوصل المومنت بتاعي، تمام. بعد كده ممكن ابدا احسب المومنت بتاعي عند النقطه دي، هلاقي ان انا عندي 18 طن متر ناقص 3 في 4 ناقص 3 في 2 زائد 1.75 في 3، هلاقي ان القيمه 5.25 طن متر. ابدا اوصلها بالطريقه دي كده، تمام. ممكن برضو احسب المومنت عند النقطة دي نفس الطريقة، 18 طن متر ناقص 3 في 4 ناقص 3 في 2 زائد 1.75 في 5 ناقص 4 في 2، اقدر اجيب قيمة المومنت هنا، تمام، تطلع 0.75 طن متر. ابدا اوصل النقطتين ببعض. بعد كده اقدر اجيب المومنت هنا من المكان ده، وممكن اجيبه بقى من النقطة دي، تمام. لو جينا حسبنا هلاقي ان المومنت هنا بـ0، المومنت هنا بيساوي
واحد. طبعا هنا مفيش اي قوة افقية، يبقى مش هتعمل اي مومنت على العمود ده، يبقى ما يفضليش غير واحد في واحد في ستة تدي لي حمل مركز، في تلاتة يبقى واحد في ستة بستة، في تلاتة بتمنتاشر، واتجاه دي للسهم للخارج يبقى اتجاه للخارج. تمام. بعد كده ابدأ اوصل خط داش وانزل قيمة البارابولا 4.5 طن متر اللي هي 1 في 6 تربيع على 8، واوصل البارابولا بتاعتي. من الاتزان هلاقي ان انا عندي النقطة دي كده بتساوي 18 طن متر لأعلى. تمام. وابدأ اوصل النقطة دي بالنقطة دي. تمام. وابدأ احط الاشارات بتاعتي اللي جوه موجب واللي بره سالب، اللي جوه موجب واللي بره سالب، وابدأ احط التأشير بتاعي اللي انا عاوزه. تمام. كده يبقى خلصت البندج مومنت دايجرام، وكده يبقى رسمنا الانترنال فورسز للفريم اللي قدامنا ده.